السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أسعد وأتشرف بأن يكون لي الدرس الأول في مسند الإمام أحمد، تكريم مسند الإمام أحمد بجامع الراجح بالرياض. درسي بعد غد إن شاء الله في تكريم مسند الإمام أحمد بجامع الراجح حي الجزيرة، مخرج 15 مساء غد، يعني مساء بعد غد مساء الأربعاء. أحبتي، مسند الإمام أحمد مكث فيه إمام أهل السنة والجماعة 50 سنة، يجمعه من الأقاليم والمدن. مسند الإمام أحمد هذا الكتاب، مسند الإمام أحمد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الإسلام، هو جامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 90%. سوف يكون معنا رحلة مع الكتاب. درسي هو في تقريب مسند الإمام أحمد مرتبا مهذبا للشيخ المحدث صالح الشامي شيخنا رحمه، جزاه الله خيرا عنا وعنكم. آمل من الله في هذا الدرس أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي علينا الله بكل صلاة 10 صلوات مع نظرة الوجه طبعا، مع أن يذكرنا في الملأ الأعلى. أحبتي، درسي سوف يكون بعد صلاة العشاء مساء الأربعاء القادم ليلة الخميس بعد صلاة العشاء شهري، ثم ينتقل أسبوعي بإذن الواحد الأحد، تقبل الله مني ومنكم. أحبتي، درسي في مسند أحمد بجامع الراجحي سوف يكون مجلس علم، مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. عسى أن نهذب أنفسنا بأحاديث بأبي هم صلاح. إن شاء الله أن نعيش مع حديثه عليه الصلاة والسلام، نعيش في روضة من رياض الجنة في هذا الدرس الذي هو أول درس معلن في جامع الراجحي. أشكر إخوتي بجامع الراجحي الشيخ نبيل الشريف وإخوانه وزملائه على إشرافهم على هذا الدرس مساء الأربعاء القادم ليلة الخميس بعد صلاة العشاء. قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من. لو لم يحصل من الدرس إلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي علينا الله 10 ويكتب 10 حسنات ويمحو 10 سيئات ويرفع 10 درجات كما في مسند أحمد. هذا الحديث أهل الحديث يا أحبتي هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه. مسند أحمد سوف تجدون الصدق والصراحة والصحة. سوف نعيش إن شاء الله في هذا الدرس جامع الراجحي مخرج 15 مساء الأربعاء ليلة الخميس بعد العشاء مع إمام أهل السنة والجماعة في المسند، مع الإمام أحمد، مع أبي عبد. اللهم تقبل منا يا ربنا واجعلنا مقبولين واعتق رقابنا من النار. غفر الله لي ولكم ورحم الله الإمام أحمد صاحب المسند ورحمكم ورحمني ورحم جميع المسلمين.